ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. رب يسر ولا تعسر وعنا يا كريم، رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك يا لطيف الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إلا إهد وحان كهد ليني عشر كيلو صار دافي إيكن مانتبا وحوك سبسيهين أحاديثتي أما قصوينكي لغشاقي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لغو داوعي شرف تيسا أما مقع عيسى سي أي داوعان دين تسلام. طبعا مكان فيري دتك بدنا كهدلو وحوك بدنا عندتك أهل كتابتا يعني دب حاجة لها دم مثلا لا أدريين أما نخان إلهي إنه جرى إن كلا إن الدين جرته إن كلا إذا إيه أتوا اسمع أو رمي سنام كواس بدنا وحي أقار صدان أما خاتان مريه أهل كتاب تسوق قرآن لأن دتك كتب توضله إيه يسوق ما لا إسكن ناوي كران مركا دتك أهل كتاب تين أبوه ما دام كتبه هذا تحريف خلاص وصاق قلي إيه أنا ويجي على سن دين تينا إنه ما لبدن كنا وعن وحي أبدن وحجر ديم هذا كجرو يكون ده على الدين تينا إن يسوع ده جليان أما وحلا مدة سد شاكين إذا كان شاكين أو كلام مثلا النبي ما يقول الماما إنه الله سح ده خاف قبر جذا كجرت الجيريوتي يعني حلو صق هذا يعني قصد كجرت بايبل كا أول تستم كا خايفة عهد مع الملوك الثاني كنت الماما على يشع مكوي مد مال والله شيء ويلير إنه جيريوتي وصرت وكجيفه خلقه كسر حرتي ودو كذي كده نقول كو كدول ساحدي أفكي سافكو وصاري إنها إنه وصاري قامها قامي سوكو خفتي وحيا واس من كتب تلو كجرت أي جي على إسلام كتب تان نسو قليان قصوي النوع عصو كلا يعني وحا واجب كو هذا كهل الدين تام العلم الأخوان تقول الدين تسلام كا إنا يما عركتي سحان خلاداتك إلهي سبحانه وتعالى قرآن كان سيغا سودجي حفدي ساهم الشاكن إمام الشافعي ورنجري أبى الله العصمة إلا لكتابه إلهي ودي دينا واحد دور سنة إنت عن كان كتاب كيسة وحيابها كانت من خلالات دي خرافات دي وحوي سوق لي كران إنت عن كان قرآنكي خلد ولو فصير كران لكن آيات خلد أكو مجرة قرآنكي مركا أن ساد رادد وحا نعمة عن مات عن وفرح سنة هاي إنا اسكو صوب بيق مان مات إنا كهذا النبي عليه الصلاة والسلام سيد الدفاع عيسى إيمان تولو يتونك ربيع الأول أمولد كي النبي عليه الصلاة والسلام وحانا وطلق النماها لكن إله سبحانه وتعالى سجى سكوت وسي مالتي مولدك هي مالتي ماركتي أنك هاد لين النبي عليه الصلاة والسلام سيرة دي سي نن طاهر سنة تي وقدم بيس عن سوق وانا عن إذا كذا بلن قاضي حد أن أنك هاد له أو موضوع إسك حساسة أو كسب سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنه النكاح سدي جبر لحجر أما تدوي جرأة لنا أخذ قلي يدو سجال جرأة وأه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وحن ابن النبي محمد عليه الصلاة والسلام جورك وهري وصام مريوح وأها مركو جور سدي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم المؤمنين. وحين ولد الشيء إلى لح عروف أما خارو حيران سديد عروف أفر ويل يا أفر قبلود كلاه طيب يا طاهر يا قاسم يا عبد الله اخر طويل قبلها انا رقيه ام كلثوم هي زينب هي فاطمه خارم حيران الاول كان هي هاي عبد الله يا قاسم يا عبد الله ان خديجه الا سديد الى وقت سنه يس قبل ويلي جيسا لما اسم قول سنين خديجه بنت خويل رضي الله عنها مركي كجري وتنوح السنه دي تولاد هجري نبي يعني سدحي تولى سنه أيو دعوة ذكو هاي مكة أفرت جل أي الله وحيودي سدح يتون سنة حجوج مكة عشر كمان تبدأنا حب بدأ عشر كت تاريخية وحنجعلنا خبر ما تكفيه جزء نسك هاي ستو سو ما رتب ولا صعدوا
سدح تون سنة يوم كنت جوجي دعوة كوادي إن مركز سنة كي تمانات أيك جيريوتي إلا أي خديجة كجيريوتي النبي عليه السلام حاس كلا إنه مقول سنة ما أنا لقى شيء كائن تو حتى قول سنة خديجة إنه معركتي دمر لشيء كي سنجري خديجة مركز كجيريوتي النبي عليه السلام إلا استجنا كجيريو تاريخ ذا يوناك ذا مرنا وما إلوبي أو ظروفها نالله سامرتي أما ما مر كل سامري أما نباتين كل سامري أما حاسس كل سامري كما إنسان مشغولين إنه معركتي فضلي أن خديجة بنت خويلد وإله قبل هي سمر كل فريسة جيريوتي وشيك حير وحن خديجة وحي هانجرتي خف كلية عليس كي خفيف إيجا يديك جري ما كان دباتو دبات ديجو سو جارتو ما ده حي سلاح جرتي إيزي إيجا يديك جرتي وهو يفوز لانجرين سادرات قبل هي فاطمة وحي جو أنسة باسكي هاي اللي نبوي حسه فاطمة مر كل حلو مجاوي جري بأن أم أبيها أبها ذي تي هاي واحد باسكي حكود ذال جرتي إلى أبوي رجع روتيس إن باسكي هاي ده أبوي حس أي دباش يعني نحريستي وحين إيزو ونكت سو كلام النبي عليه السلام حوج على عروتيس رقية رقية ريزق هو مرة بوع عنجري سو أكفر يسوي إنه أركو جعل عنجري إس كهذا الأرجل إيش شك هي ما حد عي رقية وحيو أكيد هاي ده الخديجة أكشن كي خديجة خفتي عد كي خديجة خفتي خديجة قد حرك جري قبل يسرقية عليه الصلاة والسلام إني صاحب رست وجعلا نبي قال نحو أدو جعلا قرية سمك رسال قراء مرضا وحو رجري اللهم هالا إلا وعاك نكتا هالا هالا وحياة خديجة ولاشت إيضا خديجة وأكيد مركة أتما دولة فريسان جري وشيكين جري أصبح حانون سن أخن ديسان الدبولة الباب قعصو قراعي خديجة ويل كيدي لابن نهو راكد انتين أو ويلو رودش عرو رودش حانوك ستاو إلو وصوك عاي وصوك ويل كيو كدقي ولفريستي ويسك الشيكي سنة يعني كيس جيفة بما إيهان نبي قان عليه الصلاة والسلام نبي قان عليه السلام دقال كي أنن بدر ودقال كي أهوري مسلمين تأيقلين إيكو قوليستين دد لغا صوفة فاري أصحاب تمروح أركان النبي عليه الصلاة والسلام إلى كسعت محل أويني ذات كان سوق فعلي وحاكو جرينا لهم العاوة أبو العاص ابن ربيعة أبو العاص ابن ربيعة هو سوق فعلنا وحرحرنا ذات كان سوق حرحر أيوك مدها النبي بحول إلمي بحو أركي سلسلة ذهب دين تين الإسلام وحينا أمر إيسا ذات كان دقال الله لغو سوق فعلي أما منه بعده إما فداء أما إن لسلوه من يسلسك الدائب أما إنا وحلي ماذا نسكفرتان نبي كان حكمة دي سمركو حي أيد وحير ده كي لقى سوق فعل دجال كبدر كوي أقان له سوية كان سوى حلاقة ولا آخرين عروف تاني ده كان غير مدينة حب بران سوى حلاقة فرشة قطعه النبي سوود ده اللي جرد ده كان مسح حلو فرنتو حي برتان كوي لكن أنا أقان لهين يعني وحي وبعنا الناس فرتان نبي كان مركو حول إلمي مركو أرك سلسلة ذهب ولا كان سلسلة الذهب كي يسود نبي نبي جبديس زينب ما كي جوكتها أبو العاص بن وائل وحها نين كي قوي نبي جبديس زينب وحوك مشركين تو كم دها دجال كي بدر يو كجري والو خبص ذي مرنا ونبي جم أوسان أرني كان جبدي ذو خواي معركتي حرق هلا جففر هلا سيد ده مجري ما حوينه كدين كرامك نبي جن عليه الصلاة والسلام ما يلا لو بعيا لو ضير عدالة ديس وحر حرنا زينب نوي أجد أبها سو عادل وياه هو حشي وحبوا أقانه ما يسمعون أبها كل إسقام لحوينه ما مدينة هدو أركو ذي جو إسود الدين دهنا وحين ما قشي ذكى أما إن أقان أم حاله وفرنا سلسلة ذهب أي هاي ذا ذكر حش مرك جورسنا إيش هاي ذا خديجة ياسيس يترى سلسلة ذهب جورس سو والدين تخرج هلا هدو سمعان سلسلة دي مركو أركو حصح صوت النبي عليه السلام خديجة تاسو لإلمي أصحابت مركي أركين إنا أوينا يا أويدين محادع حير سلسلة دانا وحيسو حسوس السي خديجة وانيكي مركا دقال كبولي استي فرحاد دي الوجري مركا أصحابت إيغو دم بلا استثناء متك إيغو كسوحنا حيرا دين يا رسول الله وحان كاعد سنين زينب أودا قادي إنا قد ديسيت أود كديك تتكو الله مانا استي أسوما نسفورانين دهب كذا نوعي القبل هذا حير أركتي دين عيام خان عايا عليك أديك وحق أمسين وين تنا نيجي مقع مني وسيد ده النبي عليه السلام مركو ما كفرين ومركو قدام بيسنور الشيء مركو روح على كرتا سنة كوالة هداك بدر
أفر سنة سدح سنة على قصة وري جيري ده خذ جولة وحصوصته طبعا سنة على ما كفري ما كمر كفري سي جلعي تاون كجيش أو تا معركتي فرحد يدك يحكي كم وقت سلام ويرو أرك إذا أنا ويا أرك بنك هذا ونخاخ نن كيس أو صار نخاخ ذي وين سلامين وحفت في ذي شال كيس دول كوفي ذي ولا فريستان ويسكت داهن إن شاكستان عايش مال إريك أركيس مركز يا رسول الله يكون مركز كسرتي تخفت أن يأهل خفت أن أحيو يروح أهد خديجة صاحب تال أنا يدو حانك شاكي سنين إن الله صار دافي وهي خديجة كشاكي سنين عايشة وين مسير تحت لي خف إلى هو بدلي كير خديجة إيه أنا وجهي كذا وحباب إيه بيدي مركز نبي نروح تري نوع عراضي وحنا كذا وجهي ساكت وتي والله إلى هو بدلي نخف كخير بدل وحب إلى خديجة وأنا جدا وكشكل مركي وما كسر قال مركا هبين كلا جار مركا سليره قرقي حقين كنت جينا قرقي سحتا ويك خاتن مشركينتي مركا سيره خبرك خديجة أكثر تندها لقى بس عاوها كسم كو يعني برينا حسوس خديجة أكثر وسهل هبيك النبي قال مركو ما كفوري مركي النبي قال عليه السلام خديجة ساس أيوها مركي إجيري يوتي خديجة سنة كي طبانات وبحي النبي عليه السلام عامل حزن عامل حزن دتك بدن أو حيرة ذن وحبحي صوتها أن حكم رجودة أذير كيسة يو حاسك يو كجيري يوتي لكن قرآن كمرك في رسالة مروك النبي وحي أهيد دتك أجا ذي النبي قال رسولك إلى إنه يهي أي إنكر سنة رماية أي أمر جون جروح أجا عقاب تأخر سويس مركي النبي قال مركي كجيري يوتي خديجة يا أذير كيسة كجيري يوتي وحي يراد صوم مسلمين دين تنان بس خلاص رجي الدفاع جري أو قلان جري إنه هذلا يا كجيري يودي مرك حكم رجوع المسلم إسلام كيو يراده مركه وحاطي من صحابي يدي أو ضدك وقول دو نبي كور هاي كم تهيد ألو مجا عوجري خولة بنت حكيم وحا خوينا صعبت كم دال رجري عثمان ابن مضعون حكت يا رسول الله سانت رما نخط وأنا كوجورنا قبل أم قرب لابد بونكو هاي مركز يريك ليهم قبل أنا وحتر صاحب كاي قبل ديسا دوج عائشة قربتنا وحوين سودة بنت زمعة العامرية نبي قال مركني شهواني هدويا محضارا لها قبل دي صمعها من الدورت وحي رميتن قربتن دورت سودة بنت زمعة وحاقبين لأسحابتك مدالة ورنجري سكران وحي سوق له جرودين حبشة إثيوبيا سنة كشنادة إسلامية مركي صلى الله عليه وسلم أدقى وكجيري يوذي فمل كذا مشركين ويان ليه عروا رأي حيستا كنت نيشان جيرو ويان النبي ويكدا وينته ليه عروا نوي حيستا وحاوصي دار حياة خف آد بورا هلب كذا وين وحاوصي دار خف مذو ويهد مركي النبي الشهواني قلو قلت الماما خفت قدار صدي تاسا ايه أسوأ كدار بيضي قبلي أن قبلي هذا ويل الجورساني سودة بنت زمعة سد حصانة كل جد أيوة خبي لما الجورساني لكن إيه ده لفت كذا يسك الشاكي سيد بدل عن مؤرخين مركب شاكينا يا دوم بين ما راسك سو جينيا صوتها مسير ده حجلات سيرة النبي جنة يعني وحي ليه مثلا ممكن مدينة اللي يمد وحي كبخت النبي إنه النعم مركب وحي تران هبين كي جو حنسي عائشة ما دام أي تخاف وين أو ما عرفت واحد سلام أهين أرنت لكن سودة هل كعب أي لهيد مركا وحي أهيد عرب كذا هذا وكل الله النبي عليه السلام وحلقة يا بعض ظروفه هي إسام مرتين ولا شيء سفر كذا رأى أضيق ذيك الجيري وذي يعني من ثالث تخاف كده بعده وكاني كراو حواز ده بعده يبدل كرتاه ده بعد هذا يبدل شيء ويكو كل وين استغنى لح عرور أيوه هاي ستة أيضا لح عرور أيه هاي ستة مركي دم وحتر يا رسول الله أنا جهبين كي وحوت نازولي عائشة يعني وحرب آخرة ونحاسك على الجنة ذي نحن نخذ تي الدنيا لكن وقت نزولي ما ندونا هنا إفرت وحرب أنا كجيري وذاني وحاسك على مرك النبي عليه السلام كذي مرك على محاس إجرين وحاطي من هدنا أن سلامت يا كسر الله وطي خولة بنت الحارث أن مرك سوى خولة بنت حكيم مرك هذا عندنا حكوا تري مرك أن كود دانا صاحبك يا جبليس عائشة سوك الحديث وعوكي من النبي عليه السلام وقيد مالك جبريل أصبح حنبار سنصور كي عائشة لا إلا وحوك أمره يخفت أنه قرستت وحاس كاك الجنة ساد راد مركا خولة بنت حكيم أو بكر أيوت من
xaaskiisa umu rumaan oo isla jooga waxay ku tiri gabadhiina ayaan idinka soo doonay, waxaan u doonay nin kheyr qabo. Markaasi ayuu yahay waxay ku tiri waa rasuulkii ilaahay. Abubakar wuu yahay wuxuu ku yiri ana isaga walaalaan nahay, habeenii maalmar uu is arki jireen, caruurteyda soo caruurtiisa ma aha. Nebigu markaasu ku yiri u sheeg khawla, abubakar walaalkayga adduunya weeyaan, caruurtiisa laakiin waan isguursan karnaa, umanina isaga iskahoy isku abdad ah. Markii arrinta loo sheegay, abubakar wuu iska aamusay, wuu dhaqaaqay. Marka xaaskiisi umu rumaan ay waxay tiri abubakar waa aqaanaa, waa nin qowl leh, gabadha hore waxaa usoo doontay Jubayr ibnu Mutcim ibnu Cadi. Jubayr ibnu Mutcim wuxuu ka mid ahaa dadkii, Mutcim ibnu Cadi wuxuu ka mid ahaa madaxdii gaalada ugu waaweynaa, wiilkiisa u doonay. Riwaayad qaar waxay leeyihin wuxuu u doonay waagii jaahiliyad intuu islaamka imaanay. Marka wuxuu yiri arrintii abubakarna qowlkiisa ma jibiyo, familka ayuu u yimid, gurigiisu kasoo tagay, khawla iyo xaaskiisaga soo tagay, wuxuu u yimid gurigii Mutcim ibnu Cadi. Riwaayad qaar waxay leeyihin wuxuu arkay wiilkii aabi islacaway, khamri islacaway, mushrikiin ayay ahaayeen. Markaasuu yiri waxaan idinkugu yimid arrintii gabadheeda inaan ogaado, maku tala jirtaan weli inaad guursataan mise waad ka tala baxdeen? Aabihii wiilka intaysan hadlin, hooyada hadashay, wiilka hooyadiis waxay tiri waxaan ka baqaynaa gabadheena, gabadhaada inay wiilkeena naga waasho, inay muslim ka dhigto, saa daraad uma doonee. Abubakar aabiya weydiiyey see u aragtaa yiri, ra'yiga wuxuu yiri waa ra'yigii xaaskayga, wiilka hooyadii see u aragta ayaan u arkaa. Khalaas, marka abubakar waajibkiisa uu gutay. Markaa kadib uu kasoo tagay, wuxuu u yimid khawla, wuu u sheegay bis khalaas wey dadkii way ka baxeen, yacni gabadheeda waa u guurin karaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam. Nebigu markaas ayuu lagu nikaaxay. Marka kadibna markuu Madiina yimid sanadka koowaad ayuu maaragtay ku aqalgalay. Marka ilaa intaas riwaayad waxay leedahay, marka waxay jirtay lix jir markuu nikaaxsanay, riwaayadna waxay leedahay waxay jirtay lix sano haday jirtay saddex sano u nikaaxsanayd. Kulli riwaayadana waxay isku waafaqeen markii sagaal jir ahayd uu nabigeena la aqalgalay. Caaisha ay joogeen Maka ee nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu soo doonanayay, waa sanadkii masalan 12-aad intuu dacwada waday. Haddii iyada marka ay tahay 7 jir, yacni waxay dhalatay maruu rasuul ahaa 5 sano soo ma aha. Taa idin iri maanta xisaab iyo taariikh weyaan, waxaa maskaxda inay la joogtaan rabaa. Markuu rasuul ahaa 5 sano ayay Caaisha dhalatay, sababtoo 7 sano markay jirtay 12 sano ay joogeen, markaasaa markuu nikaaxsaday. Kadibna markii 2 sano kadibna 9 iyadoo jirta ayuu la aqalgalay markay Madiina aaday sanadka koowaad. Rabiicul awal bishii maalinta 8-aad ayuu Madiina aaday, Shawaal ayuuna la aqalgalay nabigeena calayhi salaatu wasalaam. Caaisha umul muminiin. Taa marka xadiiskaas waxaa oran kartaa waa xadiis yacni mustafiida, yacni mustafiidna ma oran darajaas ma gaarsiin karin, laakiin waxaan ka wadaa a'immatu axaadiis oo dhan way soo wariyeen xadiiska. Caaisha marka waxay leedahay xadiiska si riwaayadiis ayaa idin sheegayaa isagoo faahfaahsan, waxay leedahay nabiga calayhi salaam anigoo 6 jir ama 7 jir ayaa laygu nikaaxay. Markaan Madiine aadnay waxaan ku degnay tiri reer Bani Xaaris Alkhasraj ibnu Alkhasraj, waan ku xanuunsaday tiri, way ku qandhoodeen, weedarkiis bedelay. Anigoo gabar yar ah oo gabdho la cayaaraya ee ku cayaaraya inuusaan arjuuxa lagu magacaabo, anaga waxaan dhahnaa wifow xariga la xiro maaragtay ay qabta saaran tahay, hooyada ee iisoo khayliso umu rumaan, waan usoo cararay anigoo neeftuuraya ilaa kiraada. Xadiiska saasuu leeyahay, anigoo neeftuuraya. Markii xoogaa hawada iga degtay, wejiga iyo madaxa iga dhaqday, ileen qof dhididaysa cayaaraysa ahayd gabdhihii la cayaaraysa asxaabteeda. Guriga isoo gelisay waxaan arkay dumar badan oo ansaar isugaya leeyihiin, yacni igu ducaynayo inuu maaragtay caruur iyo barako ilaahay inuu isiiyo. Kadib dumarka way ii qabeen, way dhaqeen, way iga shaqeeyeen. Waxaan ku baraarugay nebigoo ii yimid,
ويكي حيستي أني بو تويس كيغانا واتو عرائس يعني قبل إير أو سالنو كان لو سمي تويس أيو إيكي حيستي نبي كيغانا عليه الصلاة والسلام أني بو سقال جرا أو معركتي تويس كيغا واتو تاسو حديث علماء الحديث كل قد صورية تنكو واد كو عديني سوخ عايشين قبر يرحي أحيد تلبات أي كو عدين إس عائشة قبر يرنا أحد وحيد تري إسرح سلسة وكلا صورية بخاري مسلم يو كتب السنة النبي كان عليه السلام جوري يوم كو إيه ما هذا وحو إيه ما نجرى إيه رجوا قبل يري أصحاب تدي لا عيارة هم كو عيارة إنه تويس كان العرائس قبلها عروس الدعاء يعني سلام بمبلياش أنا سمعنا وكلا مركي النبي كان ويه شنو جرى ويه دوم جرى السجن ويسوع اللي جرى ما دام وأوجع جواري رينا أحد. كاسوا حديث. حديث كسد حاد يسود اللي شنا عايش جواري رينا أحد وحلا هذا حديث كصوري أبو داود. النبي قال نمرك قصة الله أبتي. دقال كي تبوك. رواية كلام حلا دقال كي خيبر. وقولي قصة جري. تأخذ يا رجاء وأعلد وحجر دم قوة. يعني سد تأخذ كل وصمة يسمى كان فرنان. الله تعالى سد الرف أو كلا شلف أو كلا. waxaa isarnaayeen toysiskayga waxa ku jiray dhaxdooda ku jiray faras oo gacmale baalalle daha ku dawlna dabeela ay timid dahay khaadi dahay markii dabeesha khaadnay wuxuu arkay kuwi markaas way ugu yiri faraskaana muxuu yahay markaas aan waxa ku yiri faraskan waa faraskii nabi suleyman miyadan ogeyn nabi suleyman faraskiisina baalalle ahaan jiray nabigu wuu qoslay ilaa ay goosiisa ka soo baxay aanan hadiiskan wuxuu ku cadeeyay yiraahdeen aisha gabar yar inay ahayd أو لي فرد أسوع أسكو عيالي جرت تان أفراد وحليهن أو كو عدينا عايش قولي رناء أهيد مركي دك حبش كي مالين حديث كحاكم مصوري أو مسايد كنبي كي مالين وحي بلابن يغو ورم هذا وطين النبي مسايد يسكو عياران عيارتو إثيوبيا لغي غانا محبش لغي غانا عياران النبي عايش مكينة داوتي رفت النبي قولي كي صوص وقولي وي داوتي مركز النبي عليه السلام يعني هذا ويروح أهد فقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو يعني قفت قبل دير لا بل كذا جارسية ده إذا نويرتها وحين جعشة عيار إني أردت باشال إني أردت حديث كاس محيي يروح يكو عديسي أن عائشة إن أهد قبل ير حديثك شناد يسوع خاتان وحياتي وصوري أبو الإمام البخاري خاف دمن وصوري ابن إسحاق إلا ذا هي وكم عقلية سنة وحن كم عقلية سنة وكم براروي به جهويد الدين الإسلام كخاتين مسلمين نبي قمر كده محوية مد به جه وحيري وحن آدنا وهجرونا يا صح عن سكرعنا هجردي هجردي لنك يا حبش مركي النبي قمر يا صح تخرنا وهجرونا أبي فرحة درادة يلوقي ويلي مرك مو اوغينا تير خف انه فرحد لو اين دو لو اين كرو وحي راه حديث كاس الحو نو عدي اني غبر يار اهيد عائشه او سن يعني مرك انا اوغاتي خف فرحد انه لو اوي تن لحال يسود لي شلان حويان النبي عليه السلام حاسس كل دم مرك نكاس ولا اخل غير جري واي عائشه لو سنه بلا سدح سنه وقاتي صوتها وحنو عدات اني غبر يار اهيد وسوغ انتي كوينانيس سو ولا اخل انت ورواياتك اي سو قاتين او ابو ادكا رقي يري اما علماء دي تري عائشة وحي اهد قبر ادو ير لحجر اما سيال جر طبعا يعني دتك اي دو اما دتك اي قانماتو اسك دريسيهين كشكين او فرديو انت سين او كهوري مال اما ما عركتك ما وقف كيس الدفاع لكن وحان لايه هي مركو هرسانة وقن شيدان احدين نوك فايدي ستورتا مفيعا تم كواد وحان كهد لايو ما أها حديث نبي مرنا مجرت هل حديث النبي جانا أرانا حديث على بعض النبي جاني يرسل ما هل حديث النبي جانا أرانا عائشة وحن جورسدي إيدو لحجر سوجر وحن لأخل قال إيدو سجال جرا حتى حديث ضعيف الموضوع عن مجرى وحن سو خذنا وأخبار الشيء ده كانوا يكل جرا قارنا كشكو يجعليهن حليه كشكو الشاقي معقول وين ما تحيروا ماينا معقول وين اعتقاد كش كانوا خلدا مكرم خفنا حليه سليه هي علماء ذي هرنا مولي قدوا كهذا الجرتين
يعني بخاري ومسلم ما قال سنه ويسود لي شدنا حادثته مركه محصودا ما يوك علم بدن يعني قف كانوا حليه هي وحياه اصلا ناعس كدي قف والله ما انت عقلك قال حر كدي حب معقول او حاد شيغا وفيري هدي ان خلدنا هنا صح ان روايات كاي سو قادن دور سؤال ان كويدين كدبنا الا 12 سؤال اي اني كخوا ارينتها كدبنا وحن كلابن دونا احاديثتي اي سو قادن اي صحيحه ولا اها اي اساني دودي اي ميزان كي حديث كلو سمي الى عن كرجن وقتي كنو اي بركه تنكو سابسن ان عائشه اني عدينيس اني قبل يرى احيد اي كو عياري جرتي تويس كان قبلها كو عياران ان تاريخ ذا عرفت او دمر كي لفيريي واجي النبي كان عليه السلام الا قرني سدحات ما اي سن قبل عرفت كنا الجزيرة العربية وحلو ما عاو تويس مجرن حديث كي صحابك شكين جيران كان صامنا يرى عرفت وان صامين جرني gudab sayid ku xanuukeen jirnay suuf say ugu ciyaara majrid toys toys kaliya wuxuu ku yimid anan hadiis kan oo ku saabsan aisha kutubta markaan ka fiiriyay kitaab ugu dhowaa ahmed ibn maymun ibn taymur kitaab ugu macaaw laacib ul arab arabtu waxa ku ciyaari jiray meel kale uu ka waynta hadiis kan ahay meel kale kama soo qaadan marka toys ku yimid taas oo qowsha su'aasha labaad aan weydiinay waxay tahay tan ku saabsan farasta baalasha leh khuraafaadkaas waxa rumaysnaan jiray hindida iyo persiyaanka carabta ma khabin fikrada lagu magacaabo inay jiraan farda baalal laha duuli jiray kuma jiro kutub siirada carabta oo dhan xadiiskaas keliya intuu ka yimid oo aisha keliya lagu ogaa faras baalal leh inay samaysatay su'aal u baahan iyadan in laga jawaabo حديثك أرانا النبي عليه السلام قصة لابتي تبوك أما خيمة يوحى كيف فرستي قرية التاب حدي عن أصوخ هذا عائشة النبي من قول سنة إنه سجال سنة جرتي دقال كي خيبرنا وحوها سنة كي تضوار تضوار سجال سنة قدر وعيمسة اللي حيتو انجر اللي حيتو انجر سورة قمتا إنه يتويسكو عيارت دقال كي تبوكنا wuxuu ahaa sanadkii 9aad hijriye 99 ku dar isay toosan marka suurta galma tahay 18 jir inay toys ku ciyaarto su'aal u baahan aniga in la iga jawaabo yaa tan ku saabsanayd ayartay ayara dadkii xabashada oo nabiga kaleey salaam yiri gabadhan yar qadrigeeda siiye xadiiska carabtana xabashada goormay yimaadeen sanadkii 7aad ee hijri ayay yimaadeen madiina sanadkii 7aad 9 sano ku dar imisa jir weeyaan 16 jir soo maaha 16 jir ma tahay in loo yiraahdo cunugta yar ee jecel la habeeyay inay daawato mise way ka weyn tahay ama xadiiska oranaya ma ogeen qofka inuu la oyn karo فرحت درادة رواية سرايدي اسم من ابن إسحاق ابن إسحاق نحلي حدثني من لا أتهم وحائشة كذا تهمين سند ملها رواية صحيحة مع سند عن لها قابت هردن مع بخاري أسكر لكن خيرت عن دمي وحاسكلها ابن إسحاق تنكلا أي أرنا يعني نبي عليه السلام وحا عديت إنه يقوري رحيد سد حسان عمل الله وصنا وحدي بوري قلع خلق الكهذا وحا إبورينا يتاز أبو بكر مكي يمادين مدينة أيو نبي كوير وأسر بابي يعني محي كود عادي نيكي أقول أخل قلي وي أهل كيس حاس كيس محي أقول أخل قلي وي وقابل لي وي يقول ستي محي أقول أخل قلي وي نبي كو حيري الصداق ما هاي سويري حالة مهر قبر يروي حالة ما هاي سويري مركز أن أبو بكر نبي أنا وحسيي لابي إطوان أوقية إيو نش أوقية وحرمو عوا أفرتن درهم وكالا أفرطن تايمز 12 و 480 نش كان هو هاف يعني 500 درهم يو سي العقوة تنا ويركو أخل كم مركا يو نبي كان الله أخل كم مركا تاو حكو عدين إن ما ركتي إيه سوتي إسان أهين
dib u dhaca. Su'aalahayga aan hadda marka aan ku soo laabto, Imaam Tabari iyo sidoo kale Imaam Ibn Kathiir waxay leeyihin, markay sheekeynayaan taariikhda Abu Bakar Sidiiq, ogaada waxaan eray Caaisha waxaa loo yeegan calayhi salaatu wasalaam, Caaisha waxay dhalatay sanadkii shanaad markuu nebi ahaa soo ma aha tahay loogena. Waxay leeyihiin Abubakar wuxuu lahaa labaxaas, Qutayla iyo Umm Rumaan. Qutaylana waxay u dhashay Cabdullah iyo Asmaa, Umm Rumaan waxay u dhashay Cabdiraxmaan iyo Caaisha. Caruurtaasoo dhanna waxay dhasheen jaahiliyadii, yacni intuu nebiga loo waxyoonay, intii nebiga loo waxyoonay ayay dhasheen caruurtaas. Hadday ay dhasheen waagii jaahiliyada oo markuu nebigan Caaisha Khadiija geeriyootay kadib Caaisha nikaaxsaday, yacni sanadkii 11aad, ugu yaraan maalintuu rasuul noqonaya hadday dhalan lahayd 11 jir ay ahaan lahayd soo ma aha, lix jir markasay ku noqotay haddii waagii ay jaahiliyada ay dhasheen. Tan kale xadiisku wuxuu leeyahay Caaisha waxay u dooneen Jubayr ibn Mutcim ibn Cadi. Jubayr ibn Mutcim riwaayad qaar waxay leedahay waxay u dooneed waagii jaahiliyad, ilaa islaamku markuu yimid Mutcim ibn Cadi cadowga ugu weyn oo ka mid ahaa, Abu Jahl kaloo la mid ahaa. Suurtagal maaha gabadha Abubakar noo kasoo doonto, waagii jaahiliyad ayay u dooneed. Iyadana waxay dhalatay nebigu markuu rasuul ahaa 5 sano kadib, se isku keeni kartaa jawaab ayaan u baahanahay. Ilaan waxa cilmi haddii aan naqdinay cilmina la imaado wey iska hadal ma aha. Wixii Imaam Ibn Kathiir iyo Imaam Ibn Isxaaq markii ay ka sheekeynayeen sanadka ugu horreeya dadka soo muslimay ee islaamka soo galay, weliba Ibn Isxaaq taariikhdiisa markuu ka sheekeynaya wuxuu yidhi qofka 18aad soo muslimay waxay ahayd Asmaa bint Abu Bakr, qofka 19aad ee soo muslimayna waxay ahayd Caaisha. Caaishana waxaan dhihi waxay dhalatay sanadkii 5aad markuu rasuul ahaa, sanadka 1aad ee 2aad ugu horreeya soo muslimayna ka badan. Marka iyadoon wiili dhaalanin 5 sano ka hor may soo muslimtay Caaisha. Su'aal u baahan iyadana in maaragtay in laygaga jawaabo. Caaisha waxay tiri aabayaasheyda waxaan ku caqliyeystay iyagoo muslimiin ah, nebigeena maalin walba gurigeen habeen iyo maalin uu imaan jiray ilaa muslimiinta dhibaato ugu timaado oo nebigeena amro in la hijrooda dhulka Itoobiya loo hijroodo. Aabahayga markuu soo baxay hijrada ayuu soo baxay, markuu soo gaaray meel lagu magacaabo Barkil Qimaad ayaa waxaa la kulmay nin lagu magacaabo Ibnu Daqinna oo u diiday aniga la soo degyaray haaga hijroona Abubakar, nin adigoo kale Itoobiya u safro ma tihid. Hijradaas goormay ahayd markii la amray? Waxay ahayd sanadkii 5aad markuu rasuul ahaa, iyadana sanadkii 5aad hadday dhalatay. Isla markaas caqligeeda may lahayd ku ogaatay maalintii ay dhalatayba aabaheeda inuu la amray inuu hijroodo. Iyadana waxay ku leedahay waxaan ku caqliyeystay aabahayga iyo hooyadoo muslimiin ah, nebigan maalin guriga uu imaan jiray. Taariikhda ka sheekeynaysa waa sanadkii 5aad, sanadka leh way dhalatay. Waxaan u baahanahay jawaab iyadana macquul arrintaas maaragtay iga qanciso. Xadiiskii Imaam Muslim soo wariyey wuxuu leeyahay Caaisha waxay tiri waxaan maqlay nebiga oo ilaahay baryay dhahay allahuma aciza alislaama bicumar ibn alkhataab, ilaahow islaamka ku cizay cumar, ilaahow cumarkaas inuu soo muslimo. Caaisha maqashay cumarna wuxuu soo muslimay sanadkii 4aad ama sanadkii 5aad, sanadkii 5aad ba dhe maalintay dhalatay may maqlaysa markuu nebigu soo ku ducaysanay sanadkii 5aad day dhalatay Caaisha. Waa xadiiskan waa saxiix Muslim. Waxaan u baahanahay iyadana su'aashaas in layga jawaabo. Waxay tiri Caaisha nebiga waxaa kusoo degtay annagoo maka joogno suurat alqamar aayadda ahayd sayuhzamu aljamcu wa yuwalluuna addubur bal isaacatu mawciduhum wasaacatu adha wa amar wa innii la jaariyatun alcab, anigana waxaan ahaa gabar weyn oo cayaaraysa. Aayaddaas markay maka kusoo degaysay gabar weyn oo cayaaraysaan ahaa. Suurat alqamarna waxay soo degtay sanadkii 4aad ee hijri, nebigu markuu sanadkii 4aad ee rasuul maka joogay markuu rasuul ahaa sanadkii 4aad qabla alhijra ay soo degtay suuratul qamar. Haddii sanadkii 5aad ay dhalatay iyadoo dhalin ka horan nin ka hor gabar cayaaraysa miskeeni karaa xitir gabar weyn oo cayaaraysaan ahaa. Nebigana aayaddaas ayaa kusoo degtay, aayaddaasna waxay soo degtay sanadkii 4aad ee hijra,
sanadkii afaraadna hadday kusoo degtay iyadana ay dhalatay sanadkii shanaad markuu rasuul ahaa iyadoo dhaleen ka horeyso degtay iyadana waxa gabar weynaan ahay markay soo degaysa ayadaas aan maqlay su-aashaas waxaan u baahanahay in laygaaga jawaabo su-aasha kale oo toddobaad kutubta taariikhdo dhan waxay isku waafaqeen nebiga markuu maka kasoo hijroonayay ee madiine usoo hijroonayay caaisha walaasheed asma waxay ahayd toddoba iyo labaatan jir sidaa daraaddeed waxay geeriyootay sanadkii toddobaatan iyo saddexaad ee hijriga waxayna jirtay boqol sano labaatii toddoba iyo labaatan waxaad ku dartaa toddobaatan iyo saddex imise boqol sano ma ah boqol sano ay ku geeriyootay kulligooda dan waxay isku raaceen asma iyo caaisha inay udhexaysa toban sano toban sano inay iska weyneen marka markii lasoo hijroonayay toddoba iyo labaatan sano hadday asmaa jirtay toban sano ka jar imisana caaisha jirtay markaa toddoba iyo toban sano toddoba iyo toban sano hadday jirta haddana si ku noqon jir hijir markaas inuu ku guursado su-aashaasna waxa u baahantahay ma aragtay in laygaaga jawaabo su-aasha kale oo xadiiska imaam muslim uu soo wariyey uu leeyahay caaisha waxay ka sheekaynaysaa dagaalkii beder markii nabiga calayhi salaam dagaalkii beder u imaanay dagaalkii beder sanadkii koowaad hijriga u ahaa caaisha sagaal jir toban sanay jirtay ba dhahay toban jir ayay ahayd waxay leedahay xataa idaa kunnaa fii xari lwabara lamaa kunnaa cinda shajara yani markaan gaarnay meesha lagu magacaabo xari lwabara xari lwabara madiina waxay ugu baxsan tahay ilaa afar meel geedka meesha ku yaalana lix meel ayuu ka fogay yani ilaa shan iyo toban kilomitr ayay madiina ka fogtahay markaan meesha joognay xadiiska marka wuxuu caddeeyey caaisha inay ka qayb gashay ee nebigu u raacay soomaa dagaalkii beder nebigu waxaan ognahay axaadiisna caruurta yaryar ee shan iyo toban sano ka yar inuu dagaalku diidi jiray inay ka qayb galaan cabdullahi ibni cumar dagaalkii beder saddex iyo toban jir u ahaa nebigu u diiday dagaalkii uxud afar iyo toban jir u ahaa nebigu u diiday dagaalkii khandaq uu ogolaaday markuu shan iyo toban sano dhaafay dagaalkii beder wuxuu u diiday bara ibnu caasim shan iyo toban jir uu ku dhawaa usaama ibnu zayd zayd ibnu thaabit raggaasoo dhan wuu u diiday dagaalkii beder inay ka qayb galaan marka suurtagal ma tahay raggii dhallinyarta ahaa ee shan iyo toban jirka ahaa iyo wixii ka yaraa loo diiday gabar yar kow iyo toban jir ah inuu nebigeena dagaal u kaxaysto macquul ma tahay imaam anawowi raximah ullah markuu sharxaya xadiiskii muslim wuxuu yihi horta riwaayaadka dhan waxay ku yimaadeen uu yiri yacnii aimaha xataa hadday mutacasib ay yihiin wax cabsi ilaahayna way ku jirtay kama leexana kulli riwaayaadka waxay ku yimaadeen xataa idaa kunnaa marka aan joognay sidaa haddii loo qaato waxay caddaynaysaa caaisha inay la socotay caaishan gabar yaray ahayd soo la socon kartaa markaasu waxaa laga yaabaa inay sabootinaysay sii sabootinaysay suurtagal ma tahay shan iyo toban kilomitr qofaa sabootinaysa ilaa golf inoo raacdo ja sabootin keliya gaari waxna jirin jase way sii macsalaamaynaysay way la cuslaad ama waxaa laga yaabaa yiri inay ka waday xataa idaa kunnaa ay kaana lmuslim muslimiinta markay marayaan meesha muslimiin gaalo lagama sheega muslimiin keliya unbaa waxaa safraya ahaa markaa marka aan maraynayna tiri caaisha taa marka waxay ku caddaynaysaa caaisha inay la socotay dagaalkii beder kaba tag iska qaadad qowlka imaam anawowi ka indhexiro sanad kadib markaa waxay jirtaa haddana kow iyo toban sano ama laba iyo toban sano waxaa dhacay dagaalkii uxud dagaalkii beder uxud sanad o kale u dhexaysa dagaalkii uxud xadiiskii ee soo wariyey muslim oo saxiixa ahaa oo yacni wuxuu leeyahay anas ibnu malik laga soo wariyay wuxuu yihi waxaan arkay umu sulaym hooyadiisii iyo caaisha dagaalkii beder uxud way nagula qayb galeen wa inahumaa lamushamirataan dhexda ayay xirteen wa kaana yaxminaani lqiraba calaa mutuunihima dhabarka waxay ku xambaareen ashuunkii biyaha asxaab badanoo lagu dhaawacay ilaa toddobaatan asxaabi ashuunka biyahii soo xambaari jireen uma yufriqaanihi fii afwaahina dadka dhaawaca afkooda ku shuwaayeen jihaadka ku jiro kadib haddana way soo qaadayeen anas ibn malik hooyadiis oo qof weyn ah ugu yaraan toddoba iyo labaatan sano jirtay oo mindideeda xataa wadato lagu talgalay ku talagashay inay cadowgana isaga difaacdo nabigu ku difaacdo gabar yar kow iyo toban jir inay iyadana dagaalka ugala qayb gasho ee la socoto haddii aan soo qaadan riwaayaadkii
ahayd markii caayisha markay iimaanay madiina iimaanay 9 sano ay jirtay laba sano kadib dagaalkii uxud ayaa 11 jir soo ma aha gabar yar 11 jir ah inay ugala qayb gasho dagaalkii uxud asagoo nabigeen cali salaam u diiday dagaalkii uxud cabdullaahi ibn cumar u diiday samuraay ibn jundu u diiday raafic ibn khadiij kulligood yar dad yar yar ayaa tihiin kama qayb galaysan sidee ku dhacday markay su-aashaasna waxa u baahantahay in laga jawaabo su-aasha kale aan weydiinaya waxay tahay dagaalkii uxud sida imaam albukhaari soo qoray fiiri qisadii karno isagaa soo qoray soo maaha haddana isaga kitaabkiisa taariikh alkabiir iyo imaam ibnu manda iyo imaam abu nucaym markuu sheekeynaya asxaabta wuxuu yidhi nabigeen calayhi salaam dagaalkii uxud markuu dhammaaday wuxuu arkay bashiir ibnu caqrabah aljuhani oo ooynaya maxaa dhacay dagaalkii uxud ayaa waxaa loogu dilay aabihiisii markaasuu nabigeen calayhi salaam ku yidhi yaa xabiib maalik maxaa la ooynaysaa dagaalka waxaa lagu dilay yidhi aabbahayga ama atarda yidhi ma ogoshahay rasuulka ilaahay inuu noqdo aabbahaagii caaishana inay hooyadaa noqoto markaasuu yidhi bala ant biabi anta ummi ya rasuul allah haa yidhi waan ogolahay nabigu madaxu iga salaaxay yidhi markuu gaboobay meesha nabigeena salaaxay timaasu u madoowaaya halaakana wuu ku ciroobay wakaa nabiya rattahu yidhi carabkayga kojaa ku jirtay wuu cuslaa nabigu igu tufay uu iga reystay markaasuu yidhi magaca xeer basheex markaasuu maay bashiira lagu yidhaahdaa su-aasha marka isweydiinta le waxay tahay wiilkaas 7 jir 8 jirka ah wax kala yaqaano gabar 11 jir ah hooyo muu noqon kartaa markuu maogoshaa yidhi anigana aabbahaaga noqdo caaishana hooyo kuu noqoto hooyo muu noqon kartaa sanadkii 1aad ee hijriga suu sawiray imaam axmed ibnu xambal sheekh alalbani uu saxiixiyey usaama ibnu zayd zayd ibnu thaabit zayd ibnu xaritha wiilkiisa zayd ibnu xaritha waxa wiilkii nabigeena calayhi salaam gurigiis kusoo koray wiilkii isaga uu dhalay oo isagana la da-aad ahaa caaisha oo nabigu markuu geeriyoonaya 18 jir ilaa 20 jir ayuu ahaa iyadana da-aadaasaa lagu tilmaamay wuxuu ahaa wiil madow san ballaaran sankiisa aan laf lahayn jabsan bushimu waaweyn waa garan kartaan yacni noocuu ahaa haddana waxaa lagu magacaabi jiray alxib ibnu alxib kii la jeclaa aabihiisana la jeclaa nabiga aada ayuu jeclaa heer wuxuu gaaray usaama ibnu zayd maruu nabigeena tii ka mid ahayd reer bani makhzuum waxadi ee nabigeena amra in gacanta laga jaro qof kale nabiga loo soo diraal waayta nabiga wuxuu ugu jeclayaa yar usaama usaama aan u dirno milaana ka codsano qabtaanu maarata ka saamaxo ciqaabti markaasuu nabigan ku yidhi yaa usaama atashfacu xadda min xuduud illah xuduud ilaahay soo deji maarata inaa u shafeecda yacni waxaan ka wada asxaabta way ogaayeen nabigu usaama inuu aad u jeclaa marka sanadka 1aad hijriga albaab ayuu ku dhacay ama albaab kursi ayuu ku dhacay madaxa ayaa ka dhaawacmay markaasuu nabigan caaish ku yidhi caaisha amiirtii alcadaa canhu madaxa ka daaway kaannii qad taqadartuhaa waxay tiri waxaan dareemay inaan dhibsanayo nabigu iga dareemay wiilkaa madow dhaawaca dhiig ka socda inaan aniga dhibsanayo nabigeen calayhi salaam isagaa soo istaagay wuxuu ka dhuuqay dhiigga afkiisa ku dhuuqay khayru khalqillah nabigeena kaas weya nabiga isagaa ka dhuuqay dhiiggii wuu tufay wuu u masaxay markaasuu yidhi usaama maanta gabar ahaan lahaa waa qurxin lahaa waan ka shaqayn lahaa dhar fiican oo labisi lahaa waa layga soo doonan lahaa oo guurin lahaa marka gabar yar wiil la da-aad ah 11 jir isla ah inuu yidhaahdo wiilkan ka masax daaweyn yani oo lagu yaqaano toys waxaasna ku cayaarayso suurtagal ma tahay tan kale su-aasha kale aan isweydiinaya waxay tahay nabigeena khayru khalqillah calayhi salaatu wasalaam waa ninkii na yiri laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi qofkiina mu'min ma noqon karo ilaa walaalkiis uu la jeclaado wuxuu nafsadiisa la jecel yahay xadiis kalena wuxuu yidhi nabigeena calayhi salaam xadiis kale wuxuu yidhi man kaana yuriidu qofkii u baahan an yuzaxzaxa can innaar wayadkhul aljanna naarta in laga fogeeyo jannada galo falta'ti maniyatahu wahuwa yu'minu billaahi walyowmi alaakhir ha geeriyoodo isagoo rumaysan ilaahay maalinta aakhiro dadkan ha ugula dhaqmo siuu jecelyahay isaga in loogula dhaqmo introduction maxay u tahay su-aasha aan soo watay introduction u tahay imaam nasaa'i ibn xibaan iyo xaakim oo albaani saxiixi waxay soo wariyeen laga soo wariyey cabdullaah ibnu burayda laga soo wariyey burayda ibnu xasiib in
أبو بكر يا عمر أي كسر دانتين النبي عليه السلام قبل بيسا فاطمة وحجري قبل إذا ويرتح كذب نوحى صور دانتين علي فخطبها علي وقوري علي إن فاطمة وحلو قوري بشي أفراد ملكو الأخر قال النبي أن فاطمة أخذ أن عائشة ملكو الأخر قافر بلودي بركدي أي قور كذا علي إمام السندي وحليه مركب فخطبها علي مركب صوت دانتين معناه فاز وحكوا علينا إسلام مركيبه مركي أبو بكر عمر كصوت دانتين مركي كذب وحا صوت دانتين إسلام مركي علي بن أبي طالب أبو بكر عمر نحكو يري قبل إذا ويرتها فاطمة أنا مركز وحي جرت إلى شان يتوان سنة سورة قلمة هي مركز ساحيب كيسي إنو قدر قبل يسوي الحجرة إستغنوا يراد قبل إذا شان يتوان جرة وكاي يرتها أبو بكر عمر النبي أبو بكر النبي أنا النبي قال الله وصلنا سيوينا عايشة ولا حجر هذا هو لو صار يقوي نام كسي قبل هذا شن توجير ما دلها هو كوي انتهى يعني سؤال وحب ما انتهى أيضا إن إن لقي جواب مرك سؤالها صدنا مرك ماشي إيه ماذا أنا وح إصاب بحياة يعني ده ذا لغة المامي إن ما أركتي سد لغة المامي إن سنة هاي لكن ماشي وحلو بهاي هي مرك سام ورقم أبو بحنا ما تكشك جهوري أنا أبو أبورته وحان الشيكة وأنا جرين أنا شيكة وأنا وجين أنا شيكتي وأوجين أحاديث سورة النجرة هذا أنا ما تتش قصوي كان عيان على تمن أحاديث كوي مالي أراسك عائشة هنا يحجرك أراس أم تزوجك أراستي سقال جرك أخلق شيء إذا تويس كذا حمبار سام أحاديث الحقيقة ينسى وحادين شيء قال مكان جعل حواري بنتشن ناس إنسان أحاديث حتى هذا كصوري هذي هي هذا لو كرسوني هي صحيحة دار وحي عوض حديث كحكري كرا ضعيف حديث كحكري ضعيف كنا نقرا هدوية هي معضل هدوية هي مرسل هدوية هي مقطوع هدوية هي مدلس هدوية هي معنعن معضل وحوي رك صوري هدي ويرى الله وخفت كمخيهن خاف كان حجري قرنجي أفراد أما قرنجي سدحات وعكسه وريي خاف قرنجي كوادري ماشي ويران وقف ولا كم خان لوا جنريشن أو الحياة كاسو كانوا حلو معه معضل حتى كان هدورون شيء يجري كانوا كوح أبتر سنة عين يعني نذر اللغة لكن فرق وين الحياة حديث كاسو حلو معه معضل حديث ك هدي سلسلة كو حرمتها لكن ماشي هو كم مقيني هي الصحابي جي النبي جا كم مقلي وحلمه على حديث كاس مرسل حجة من نخضر أما دي اللي يلاذو حصوري ثابت البناني عن رسول الله ثابت البناني تابع يوها النبي مو سن أركن سو النبي مو صوري صحابة يا كم مخن كاو حلمه على مرسل هدي وماشي هو كم مقيني هي أن تابعي يعني إمام أنس بن مالك وحاء تابع التابعين سو صوريو أن أبو هريرة ماشي تابعين أول حيوان هدو أنس بن مالك يرى هذا إمام مالك بن أنس يرى هذا قال أرى عن أبي هريرة كصوري أنا تابع كجرب وحرم عوا مقتول وقوسين يعني ده هذا خفا كم مخن حديث مركو حجر لو مقعوا أنه بهنا إلا وضع قدم بيسنا حوى إنتنشن سيسان مثل معه مدلس دلس وحرم عوا مقدقة هبينك مدلس مركو حلوبي مقعوا خف كان محدث لا يقانا رون شاقه ويتهي كلي لكن حديث وسن خف كلا كم مخلين أي صو خاطر في سكري جاي سعيد نوم مخلين خف كم مثلا أرض ذو كميديا كشكو معلوم العشر كده جيستا معلوم حجرت عشر كوسن إيمانة تذكروا كم مخلي مركز وحير كشكو ما تروح كهاد لا أركز السجن ما مخلين خف كاسو كلو حلو عو مدلس يعني وحسن مخلين أي صو خاطر علماء الحديث ويك هذلان ما حاكو كلي في خفقة تدليس كأنه سمع دور شاقي هاي خارو حليهن يعني وحاكو كلي في ترى الحديث كلو ترتبج وحد باتوين كيانا كمتة هاي يعني هدوي راد هبل أي صوري هبل حد حديث بدن روي خان وي حديث بدن استنى كم خلا كم شيء جاي مجريس مركب لكم حلا هاي كشك ساوي يجيب صوتو حاوي خفقة نور بن شيء جاينا حديث كلو حلو معوا مدلس خفقة صوري حلو معوا نوع صو كلا سمعنا مدلس كي وحوز قليناي حديث كالجرة استغنوا حال الجرة لغم عوه معنعن
معنعن محيط تهي حديث وحكوي ما دام خف كينو يراد حدثني وحو إيش شاقي سفيان بن عيينة وحو إيش شاقي هول وحو إيش شاقي أخبرني وإيش شاقي ويان أنبأني وإيش شاقي سمعت وكما خلي لك هدو يراد عن عنها دنكيس يعني خفا ما تعشر كإيمان دوت كلو لكلمي وحي الله شاقي مركز يري وحال لي شاقي ما أنت كشكين وحاس كحضلي سيموسى نوران مدلس من أخرين مركز لكن يا أشاقي مش شيء عنده أشاقتي معن عن اللي قالها عن لنك يا سيد يوسف قاري لنك هي ولو حنا يوسف قاري لنك هي ولو حنا يوسف قاري حديث كنوع عصك الحلم عوا معن عن حكم كمركة حديث كاس معن عن كم حوية هي سدح خوله علماء كخاتم خارو حيرة لأن هدوه بحديث كعن عن صوقش معن عن نخذه دليل من نخذه هنا على سكتها خارو حيرادين درج الشجع ما تدري درج الشجع يهين ولا سكوا ولا خاطر خارنا وحيرة هذين قف كحديث كمعان عن كالشجع هدي أن لوجين تدليس مدلس أي صنها وحوز قلنين وأن لقى خاطر لكن إمام بخاري مسلم وحيخوان نسكو عصرين هذا الله وضع خفض يعني قف كأنه يقول نوري كتشنر إمام البخاري وحيخوان أركتين هكذا حيس قف كأنه أركي جري قف كأنه قصة ماينس أركان وأنا خاطير هذا مركو حكومة إمارة سبرايزك أنت أحاديث كتمت عائشة أراس كذا النبي إنه جورس ذي صحيح هنخذ إذا ضعيف هنخذ أنتوا دانوا هنخذ كل أحاديث أنت عن أخرستي ضار يا فرتي لا كنت أني حديث هو أخرست هل حديث أو معن عن هنكم يجرو كل جود وعن عن 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 أم المؤمنين هل حديث ما آخر سنة ترى قالت عائشة عائشة وحيد تري أو سمعت من عائشة مثلها كما حكم خل عائشة مثلها مجر كل أحاديث سنة حوين عن هدي أن خاطر مركة خلاص تري حديث كدوب معن عن يهي ورن داخل وإلا قطورة لما قادنا بكل سهولة مركز معورة كرا حديث تاسو كنت مدورن معن عن يهي ضعيف وإلا قادنا لك وكسود دقايا حوا جوش واسيب بدينها وحنلاقيها مدة إسكو وافقين محدثين تمحويها إذا عن المدلس فهو مردود خفك أحاديثك لا تكوهس كل مدلس هدوية هي عن هدو قدرة حديثك سؤال ردينا ضعيف ويا خفك مدلس كا حديثك سدو عن قدرة وحديث ضعيفة وين لرديها هذه أحاديث أصلاً صخاته وياه ولا هذا، لكن ديارنا خفقوا وباهن سكلير، لكن وقتي ما دام مسيس صعده، وحن صخ هذا نايا رواية هو هذا جيوجيه، كتاب قرآن كتاب كحيل محويه، سحر البخاري سوما، سحر البخاري أيان ذل هذا، أنا بقول كل واحد مسلم هي النسائي أبو داود الترمذي ابن ماجه ابن حبان ابن أبي شيبة كل من عسكري، كان أبو صحسن أيان ما تقلينا سحر البخاري. صحيح البخاري وحكت من روايات كساب سن جوركي عائشة سجل حجرنا هذا متوجر هذا حدث عن صوت شيء شن وي شن وضع يكوي ماذا مدح عليه إمام البخاري حدثني فروة ابن أبي المغراء حدثنا علي ابن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة ما خان يا صوت شيء سدح عن صماء محيير حدثني وحي شيخ فروة ابن أبي المغرى حدثنا فروة محيير وحي شيخ علي ابن مسهر علي ابن مسهر من كل الجوبي محان قلني عن هشام هشام ابن عروة ابن الزبير هشام وحد لي عروة ابن الزبير ابن عروة ابن الزبير وحد شيء عائشة ولا شد أسماء وشغوك شكين دونا مرصد راد مجلس الكوب شيخ عن أبيه أبي سنو زبير بن العوام عن عائشة مركب مرها يسقى علي بن مهراء بن مسهر وحن كم خلي هشام أورا علي بن مهراء ابن مسهر إمام اليعقوب وحيري مضطرب الحفظ بعدما عمي مركو إن دباري حفظ دقي سوى خصمي وحونا لها أحاديث ليابلة
خانو حيرادين نحوها يعني ما دام حفظك سقسمي تدليس أي صقر حدث خفك النقص هذا ورجلي خفك أي صوري بركة محل إذا خفك مدلس كأحد وعن يراده حدثك سوى ضعيف صار ما سيجي سكورة على المحدثين ده كم كوال مركو حنا ركرنا سدح عن على صقر شيء عن هشام عن أبيه عن عائشة وحنا صقر لين لقى حد له علي ابن مسهر حديث كلاوات حدثني عبيد ابن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أنت عن كهدلن أبو أسامة عبيد ابن إسماعيل يعني حدثني ويري السجن وحيري حدثنا أبو أسامة أبو أسامة كان جوجن وحصل شيء عن هشام عن هشام حكوا حكتي عن أبيه عروة بن الزبير عروة بن الزبير مو سن أورن حديث كان وحي إيش شكت عائشة أم عن عائشة ما أورن درت حديث كيو الشاعي حديث كمرق حكم ما خن خف كي لقصة مخلي محن خنا يا نمبر ون مرسل صماء خف كي هذا كي شاعي يا كم خن ماشى عائشة ويا كم خنته مرسل ويا وحاصل ده عن إني صدق شيء عن هشام عن أبيه عنك يكتب الأوضي أبو أسامة أبو أسامة إمام أبو الحاتم وحيري كان يدلس يعني هو هانم تدليسك يعني سماه أو حديث نصاقته تدليس وهذا كذا شيء كي إمام البخاري نفسه عليه قد عمر يعني تدليس ويناتي كدنا وعني وحب الله حديث عن حديث سهل نسخات خف من كوين هذا مرك هاكو دادي دور كذا إلا رح مسك هذه وقسم يجلس ورا ما هانيش ليبكو ما ديو هرا هايست وما دين إسلامك إلا حد أن هايست كم يتاعي إلا حد علم وحاك سيجو جبوبين هذا كذا نسخ هذا نعم مو جبوب الشيخ عن خلاص مرك مركو جبوب يجري وحب الله إنه معركتي تدليسه يجري أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي يعني مدلس إمام الأزدي كتاب الضعفاء وعشاء سفيان بن وكيع ويري كان أبو أسامة يتتبع كتب الرواة ذلك كتب طالي دوراء جري حديث أي كسوخة فيأخذ أو كسوخة لنا حديث وينسخها سكى الشيء قناع حديثك تدليسك سعى صماء وكان من أسرق الناس حديثا ذلك أبو بدن وها سفع حديث أحد جري لكن حكم دي رجي بخاري وكسوري مرك أبو أسامة وحنق المدلس عن وصوك الشيء مرك أن عن هذا نوع وصوك الشيء حديث كان مرسل ونخذي حديث كسدحات وحيري إمام البخاري حدثنا معلي ابن أسد حدثنا وهيب وهيب مرك اللي جوري هذا نوع حكو داري عن هشام عن تي وصوك الشيء ابن عروة عن عائشة عن هشام هشام حواها تابعي لكن عائشة مو وصلنا كل من أبي سمشه كمخيام مركان أبي هدو كمخيام حواه نخذ حديثك مقطوع صماءها عن هشام عن عروة عن أبيه مقارن عن أسوق وصوق شيء هدانا عن عائشة وقدبي اللبع عن إله كجرته هداتي ما ذو وهيب ابن خالد ابن عجلان الباهلي ثقة أن لو كرسان يوها لكن تغير آخره مرك قدام بيسي مسك هذا يا خاص أنت بس بدري حديث كسد حاجة سكان وحنا ركنا يعني وحصل شيء إن لقى حضلي حديث كأفراد البخاري سكان حير حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان بن عيينة مرك أكد بحصل شيء عن هشام عن أبيه عن عائشة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة سده عن صماء سفيان ابن عيينة وحرقه تغير حفظه ويدلس مركو دلس وينات حفظه يسوس بدلي وحب الله حدثت ينسك خاصة تدلس كي ينسمع مدلس كي مركو صار قلي وحان صار قلي عن عندي حديث كشانات سيغانا معركتي بخاري كسوري حدثني وحير قبيصة ابن عقبة حدثنا سفيان السوري عن هشام ابن عروة عن عروة عايشة ويكا مخنتهي ونأخذ المرسل هدنا يعني لو عن ويسوق شيء سفيان الثوري سكان وحاها مدلس
شنتي مركا حديث أبو خاري صو خاطي شنتو هذا مد سا يعني أمان نجاح لكم الجرس وما مد والو مدلس أكو جري دار عن عنا كجرتي أنت صو حكوسي دار نينك لقصو وري أحاديث سنو حواها هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام هشام بن عروة حول سنة كوية لحدنادي هجري وحن جيريودي سنة كي بقول أفرتني شان سديتني أفر سنة يجري أنتو مدينة جوية لأن أردت ذي سوحي مدينة جوية ولي جيس حديث كاس لقام مخلو هشام بن عروة أنتو مدينة جوية أردت ذي سوحكم دا إمام مالك ولي جيس حديث كان أسرع عائشة وشاكينا لقام مخلو غير مدينة إيه أنا مدينة كون ولا عائشة نلونا ولا أركي حديث كما كحوكوها بوانا غير مدينة إيه مخلان حديث كراجع كسوا مخلو يطنن وأمركو قبوبي إيه وقوري عراق رجل هذا صور يهودان وعراقيين تي. مركا إمام مالك أحاديث تي لقى صور هشام بن عروة عراق نكى سلوا كانه وانكير جري. أرد جي سؤالها لكن حير منكم عراق هذه يعني وفد سمي وحياة بدر حبلا أبيس إنه كشاف أحاديث يا بدر ودي جري. أن أي مدى خارج من القطان وكلو حجري اختلط في آخر عمره ده اسم مركي ويناتي وقووي حاجة مسكح ذا خصنتي هشام بن عروة كان وحقي عدينا يعني أنا كسوق وجوينا وحديث كي كودن بيواني كان أنت شن رواية بخاري عن سوق هذا كل واحد يصور هشام بن عروة هشام بن عروة يا هاد كل عن بها أهات ولكن هشام بن عروة هي سجل في الكيسة أي الله جحد لي خارو حير هذا كان يدلس تدلس أيو سمين جري في الكيسة مركو وين هذا إن بساط أيو سمين عراق مركو هذا نوع حادث بدن أيو شيء اختلط في آخر عمري عمر جسمك قدام بيبو خاص مي إنه خاص من مركم حاكو عدينا حاكو عدينا مركو إمام ابن إسحاق ويري وحن كم خلي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام منذر بن الزبير بن العوام قبل يسوع رجل فاطمة وحاخوه هشام ابن عروة إن أدرت سيه عروة ابن الزبير منذر ابن الزبير يا كلا دلنا فاطمة مركو حاخوه هشام بن عروة هشام حيرة أبو ابن إسحاق سوء مخلي كرا حاسكي حديث حاسكي أنا وحان لا أخل قري يدو سجل جرعة ويلي جدا ندد ما يسمع أركن اسم ابن إسحاق حكم مخن غير أوكي وحلا أخل قري يدو سجل جرعة مالك أنا حكول لي هاي حاسكي فاطمة بنت المنذر وحي يجوي أنت هاي سدح يتوان سنة سدح يتوان سنة ديك وين تاي يعني سوى حلب الله سدح يتوان سنة يدو جرتوا معها سي يدو سجل جرعة ولا أخل قري أنتوا سنتقلن أفر سنة كرم ولا أخل قري يعني محد رأي مثلا مسكحة ذي هنا ما أركتي خصنتي سماها مركو يرحاز كيجي سقال جير إيدو أنا لا أخذ قلي وحين إيجي وين تاي سدح إيطوان سنة سيسكو كينا يعني رواية دوو أضغنا أو صوخاتي شنت بخاري سقو آني كلاك صوخاتي سيدا دراد مركو حديث كاسم حكو عدادي علميا مركو في رسل هدي إلهي لقب عبسانا يعني أم بني آدم لتقدي سنين يعني أنا روايات كان بون بونين أنا ما يع نبيك إلا بلا تأسف أخو جران نيك اللي جسوري وأنا كمر كام مسح ساق خصمتي مرك عراق هذا كده مبالغ اللي جسوري أنتم مدينة جو غير مدينة عد كم خشي مجرى مرك ساد رد أسامي دس مركان ساق هذاني التاريخ هذا ساق هذاني وحقو عداتي دا عائشة إنا يسن مرنا بقين أنا جس إيه عداتي إنا يسن سجل جيركو أخو جرين أي كوينات أنت سين كبدنا أي كوينات مرك أنا عشر كلمات سأيام سكوا يا والله سبحانه وتعالى أعلم أنت سؤالها وقد بينه حال الناس عسينا ولا كان محمد ما توحى شيء ولا بيس إنه كجيري ذي عبد الحفيظ إلى أن حارسته درد وجري ويري ولا كان عنتر نسوا كان محمد بونك كم عن غيره كان يمانجري ولا كان عنترنا وقت إنه إحنا نسينا دور أوبريشن لوسا مي سكنا عند عينه إلى هاي معركة عفمات سيارة تشارك أو كجرا سكنا مركا إن شاء الله دوحى سؤالها سجال جير وين جير قف كنتن سنة جير إرو جوسة دو أمالا
diinta maxay ka qabtaa? Su'aasha walaalkan maxamed naweydii waxay tahay diinta islaamka maxay ka qabtaa? Waa noo sheegtay axaadiistii, waa maqalnay, laakiin qofka in 9 jir ama 10 jir iyadoo yar lagu guursado, qof waayeel 50 jir ama 60 jir ama intaas gaaray inuu guursado, diinta islaamka maxay ka qabtaa? Arrintaas horta waagii islaamka ka hor jaahiliyada way jiri jirtay. Markay ka sheekeynayaan kutubtii jaahiliyada carabtii hore, masalan nin kale oran jiray Xaaris ibnu Saliil Al-Asadi ayaa wuxuu arkay gabar uu dhalay nin lagu magacaabi jiray Calqama ibnu Khasafa Al-Cabdi. Gabadhiis waxaa la oran jiray Zabaa. Xaaris nin waayeel weeya, gabadhan gabar yar weeya. Gabadhii ayay kusoo dantay ugu duro yiri gabadhaad inaan guursaan raba. Aabihii hooyada ayuu la hadlay, wuxuu yiri ninkaa waa nin madaxa deeqsina ah, codsigiisana ma diidi karin. Gabadhaas ay ugu dhammayn lahayd adeegay kuu jirta. Gabadhii u timid xogta leh, gabadheedii wiil dhalinyar ah iyo nin oday dhexdhexaad ah oo deeqsi ah kee dooran lahayd. Markaas riya ummaa gabadha waxay ku faraxdaa tafraxu bilfata kamaa yafraxu raaci bilkala. Dhalinyar markay aragtay ku faraxdaa, sida kan xoolaha raaca marku arko coos cagaaran soo ugu farxo. Markaasay ku tiri gabadheedii wiilka yar wuu maseer badan yahay, wuuna eed badan yahay, wuuna gacan adag yahay, adag weyn laakiin wuu ku dulqaad badan yahay, maseerkaas badan eeddaas badanna ma laha. Markaasu yaa rasuul ee ummaa maada afcalu, nin waayeel maxaan ku samaynayaa? Yulawisu siyaabi, darka iga wasaqaynaya, wayufni shabaabi, wayushmitu asxaabi, darkaygan wasaq ayuu ka dhigaya, dhalinyarnimadeena ugu dhammaynaya, cadowgeyguna ka farxinaya. Se ugu waday ku dartay iyadoo marka dibad mar ay fariyaaniyda odagaada dhalinyar oo reer Bani Asad ciyaarayan lagdamayan ay soo meeshii soo mareen. Suxuna oo neefsatay way ooyday. Markaas waxaa la ooyneysaa, waxay tiri maxaa iga xaarantay, may maxaa iga mamnuuc dhalinyartaan oo kale inaan helo? Markaasuu yiri waa iga fasaxantahay, waxaan ku dhaartay khamrigaan cabo, ciddaada aad. Marka waagii marka islaamka uu yimid, Cumar ibn Khataab waagiis ayaa waxaa dhacday gabar yar saasoo kale in lagu daray nin waayeel. Kutubtii hore waxyaaba badan ay ka sheekeynayaan in heer waxay gaareen nin waayeel gabar lagu daray gabar yar. Markay saan u qabatay, feeris isku jijabay, nawada ka dhamaatay ee khalaas gabar. Marka yani heerkaas Cumar ibn Khataab waagiis gabar yaraa dhacday in lagu daray nin, ninkii way dishay. Markaasuu Cumar yiri khafta waa in lagu daraa nin la leebaba da'da, da'da isku dhow yihiin leeyihiin. Saa daraad culamada qaar sida Imaam Maawardi rag lamid waxay yidhaahdeen yani kafaada shuruudooda waxaa ka mid ah da'da inay isleeyihiin, inay isku dhow yihiin da'adii. Waxyaaba yar oo kale weynaan karaan, laakiin maaragtay kafaad u yar. Haddana midda kale nabiga calayhi salaam xadiiska saxiixa wuxuu ku yiri gabadha ama garoobba haddii la guursana waa in fasax laga qaataa. Markaas ku yiri asxaabta rasuulullah gabadha yar, yani gabadha waxaa laga wadaa gabar maaragtay qaangaar ah, see fasax loogu qaadanaya, way xishoonaysaa. Fasaxeedu waxaa ka mid ah ku cadeyna aamuskeeda, haday aamusto yani macnaha way ogolaatay ninkan in lagu daro. Laakiin iyadoon laf weydiinin laguma dari karo. Laakiin xadiiskan wuxuu ku sheegaa waxba ma ogey bufe isaga ciyaaraysay, waa rasuul kaxay, waa loo qabay, waxaa arkay tiri rasuul ku yimid kaxaysanayan toyskaygana waa sii qaatay. Yani isma keenaya labada riwaayad. Haddii Ilaahay laga cabsanayoon jirin tacasub ama yani ceeb u raadin khafkii arrintaas ka hadlay. Sheikh, laba su'aalood oo xoogaa casharkaana taabanaya, laakiinse tashwiish igu haya inaad noo beyanaysaan jeclahay. Hadda markaa casharka ka hadlaysa waxaa sheegtay Zeynab inuu qabay nin mushriga oo lagu soo qabtay dagaalkii. Marka guurka Zeynab ee ninkaas mushriga ah ma wuxuu dhacay islaamka ka hor mase islaamka markuu yimid kadib? Guurka walaalkan su'aal baarlamaan su'aashan weydii waxay tahay waxaad sheegtay nabi gabadhiisa Zeynab inuu qabay nin mushrik ahaa Abulcaas ibnu Rabiica, marka isagana mushrik ayuu ahaa. Marka guurkaas ma wuxuu dhacay islaamka ka hor marka islaam, xataa islaamka markuu muddada hore uu yimid intaysan dhibaatada quraasha ku bilaabin, nabigeena calayhi salaatu wasalaam way isguursan jireen. Nabigeena gabdhihiisa laba gabdhood Zeynabtaas ay ka mid tahay, marka hore waxay u dooneed Abiilahab wiilashiisa. Marka Abiilahab yani wuxuu yiri maadaama waxaan la yimid aan cilmo gabadhiisa loo sii daayay, xataa gabadhiisa mid ka mid ah waxaan ka sheegay suurat Tabar ka sharxay, midka nabigu yimid dharka ku jeexjeexan wuxuu dhuf wajiga ugu tufeer gabadhaadan oo kuu sii daayay. Anigu yiri ilaahu eyga yeeshaada ka mid ku salid dhulka Shaam markuu aaday libaax cunay. Marka way dhici jirtay, laakiin
نبي قال عسى مرة كما عدت أنه فران لك إيجا سي النبي قول لي بعد نهان هلا فرق قبله هذا الحساس وكذا مركي يعني إسلام مركو هري عصبة أنت دبعتوني كبلاونين إياه جهري أنت سام بلاونين ويد كله جور سنجرين حتى أنا مركي جور كأنا ودعى النبي يوم نهان رسول أيا نهاي قبل إذا دا إيه مسلمين وأنا إيه فرتا ما أصلا أرد النبي ما أنا أصلا أرد قبل بيسمح حد نكا ولد دقنتا يا مارك تمشي رجاء سؤال شلوات عشر كي أحد يهرو لحد إيه صح ما لا تكشي كينا سي ويل كده اللي رضا هاي يقول النبي كسر كري حديث مسوي لي أنا سمعنا مالك ها وحاجة شيء لبر رواية دوت منا إلى ده هي سكوي طبعا حاسس كم منا إلى ده هي سي طبعا أنا سقال صح مركا النبي صلى الله عليه وسلم ما هل مر أيوب قبي سقال عم كوي طبعا حاس هدوه قبي سه آية القرآن كو أفرت من واحد دي كتب أيادس كذا ما كتبت مسوي كهوري. طبعا قاس وحنجعله مرة كامل من كهذا النبي عليه السلام سوق جورس ذي يحاسس كيسة لكن يعني حديث قاس حديث غريب فردها أو إذا كان شيء كي ليبل كيسة مركو جيري سكوي تون صوت على النبي عليه السلام خديجة وهي كجيريوتي حاس كم سوق إذا ويله جورس ذي ما نسيدان هوري كجيريوتي إلا زينة من الله رجلا نجعلها لكن حاسس كم كم أهري النبي أنا كجيريوتي سجعله يا حيان أو ويلب سودة بنت زمعة ay tiraaniga qaybta doohan iskii Aisha sideed kaliye oo qayb jiray sagahabnadi ee laakiin waxa hadal doona inta amarka su'aalad kale aan si gudbin waxa la socodsiinay soo kale ahad soo socota 10 ka majiri doona sawta masaajidka iyo qabyaha maagu xileen fundraising dinar yaani anaga ma ka qayb galnaa fiican oo ma arad dadka waxa ku baygantahay 5 o'clock marka waa laga qorxan yahay masaajidkiina la isticmaalna fundraising koodana aan ma aragtay xayb anaga gaar ahaan way wacday dukaankii ugu yimaadeen أحدد مركب كحكته وعشان إلى وقتك بيش وكريسماس كان أحدد هذا كلامنا ولا كود بيش جانيوري هذا كي إذن ترى ما المهاز عشر كي مود نام اسمه دام فصح لي هاي ضدنا مالك كلا هذا يعني مؤتمرات كلا هذا يعني أنا قال أوصي بديارة يعني دي اللي رادنا هلا وضو وودي كناها دي ترى هذا نجوجي أنا هذا كي إذا حرتها بعد المغرب يعني كدي جانينا تاس لكن إن شاء الله عنكم هالشيء Regarding, so about these narrations and which you mentioned about these changes are coming out of nowhere with these, there's one person, there's one read from a father and then a son and then there's no change there and it's cut off. What I'm not understanding is, from what I believe, it seems weird, it seems strange. I agree with you, that's right. I don't understand, like, yeah, I believe the person, all of them have to be correct, so they we're having a conversation the Saturday and Allah talks about Sadiq and SubhanAllah this mentions in this that all these chains are cut and there is no connections and whatever and we are accepting this all these narrations which their people get confused. So what can we prevent? Hadithan adkawda sama'ah or how a confession can come in. Sahih, yani عشر كيس قال لي لباتنات تاريخ ده حديث وان كشيكي يعني سيسام مرتي يخرج كده وقتي بلاوتي وقتي يعني واجي بخاري مسلم ركز إنه لاين إلا أنا حدثت واجي وحنا لاين بين أبو رشاد ترى حدث الوقت ارتبي جر معن عن كم حكوي بتخرج حكولين يعني كل أنا قد أدلة الرسول خاطر أنا شخصيا معقول إلا ما أهب يعني خف كان عمل حويري نيكو كسر مخلي حويري وحلقة وإن لو كرسانة لكن سقور مي طيب خيانة وين تصدلوك سبحان الله صاحب هذا أما يعني نسي كلب الهوسي ما نكون حس قالوا وين هاي نوير هذا هبل أيام كم خلاص جابك علم هذا نواسة وصو خادنا نوع صدته هذا قرأت كذا بتخوك وجر يعني بدنا أما نن كدائر هذا كدائر حتى سوى هذا كم خش شقف كدائر ما حصل قد بين ويني لكن وكده ده لأن عين مدي هرق وحين نصل ميان ميجرمن سانو قياسنا كده من أنتي كران كوا اسمه جدي كان ده سترينج يعني وصي ريان خلاص البخاري مسلم ويروى حديث خالد بن سوقران لكن بني ادم انا وحنا روب انا علماء دي كدن بيسي ان ابجريد كو سيسمايا انا قال لك ابجريد كو ما سمعين لك او كدل ساي انا ايغ اند ذات واز اور ميستيك احد لو باهن يحيى دكي ان ما عرفتي كو برا روغا محمد انا شو اشرح لك انا ده اللي اقول يا هي قبل المسلمه دي اللي هو جوس كبلابا كرتو سيديتونيا لواتنيا أنا شخصياً مركّب أقواس في هذا الفيروس خفت مرة هدي كان قارتي
عقلقادان اي لاذهي اي دارشان اللاذهي اي خفك اي دارت كارتو كونا خان اي كارتو داداس ان اي تهدادي لسو كورسان كاري لان خفا ان خان قار اهان ان معركت الوخص بقور يعني خارن فقادو حيرادان ارماس حيرو خضو عراد لخانك اي قوانين تاو دمازك جرت قوانين تاينا لقا قوانين اللاذهي دك كلامك ولد سيدي لكن ولي الامر مدحوينها يا حقول باور وليه وحياه سكل انه حد اسمه واطيع الله ورسوله اول الامر منكم مدحنا ديجرت باور حوليه ايغ انا معركتي اسميان هذا داس عمر بن الخطاب ديدي من وين لو دار غبرير حديث مو هاي عيد ما سالك مدحوينه ويلي الامر وين دبات استمد ردد حير سي سو حيوان كرو دعي يا أنا بس كده ندرس مع رجال ده بس كده وين اختيار نوجرة يا محمد السلام تو من اليوم لما أرم كره صوت يعني هدي رأيان حتى يجي لحد هذا المركب مدينة سيادة وسيبتين لكن حوايان يعني كان أنتوا سنبي قلنا الرسول نخانين يمر نزود هرم الرسول كأتي شرائع بدن صوت دقين استيل يعني باب ذو وفر نايا هنا قاعد أقول كهذا نقول أبو رخف إن النعل متجر النبي عليه السلام ويلي يسأل النبي قال لهم صوت دينه نعبا ذك كانوا موجع على وصلوا وينجري ودعوا وينجري عدوا يسوا دعوا وينجري لكن هذا يقول أبو نعيب كراهية تاس تربية حموية تربية إسلامي صح ما هاي تمام ولا يده دمرك مرك اللي بقول سناي ولا يده تشويس بقى كسر ولا سواء كده ولا شغين كده تشويس كه كسر أي ولا يده النبي قال عليه السلام حسوا إيش ببرام حتى دمرك مرك اللي بقول سناي ويلي جيده تشويس كه سويس كوكيني كران واجي النبي قال وين عادي خار بدن أو معركتي درجة أسكس الله لابتي يعني قبل أتم ديار صلى به يجوا حروان هبل نقول درس أو معركتي يعني قيمي سكر وخال أنا قاعد مرة ونكاس أديك دور شهادة كله دي نكاح سرعان وين لف الصخرة دور نكاح النبي عليه السلام وديد مركي قبل ودع وتري خف الربنا اللي ودع إيه ده مركي جويس كذا سكرة إمام أبي حنيفة أرمه ولا يده حكلي هاي خفت هدي عقل جدا يرتاح أما هدي ما أركتي ظروفك على إجراء لكن هدي مير كذا تام ويا عقل جدا نوجو وخف ما شو رتاح إيه ده دور شهادة سكرة ما إنه ولي لحتى ما بخاف حتى أبي حنيفة إنه ولي إنه خف كده أنت يقول سكرتها آية القرآن وسوق هذا آية القرآن وسوق هذا نعم سودليشنا